من المواقف العجيبة، رجل من بني قريظة اسمه الزبير ابن باطا، وده ولده اسمه عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا، ده من الرواة. وعنده ولده تاني اسمه الزبير، ولده الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا، ده من رواة موطأ الإمام مالك. الزبير ابن باطا يهودي، وكان بينه وبين ثابت ابن قيس ابن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة ثابت ده، كويس، كان بيناتهم علاقة زمان. في يوم بعاث الزبير ده لقى ثابت رضي الله عنه في الطرف المقابل له، فجز ناصيته وتركه، يعني عفاه، كويس. الصحابة دي يا أخواننا عندهم خلق رفيع، وهذا الخلق هو خلق الوفاء. الزول يكون وفي لمن أحسن إليه يوما من الدهر. ثابت لما أسر الزبير بن باطا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هب لي الزبير بن باطا أوهب لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هو لك، وهب له. رجع إلى الزبير بن باطا قال له: استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبني إياك وأنت حر. قال له: أمشي، أنا فكيتك، أعتقتك، أمشي، كويس. فالزبير بن باطا قال لثابت رضي الله عنه قال: وما يفعل شيخ كبير لا مال ولا أهل؟ يعمل شنو؟ ثابت رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوهبني زوجته وأولاده. قال له: هم لك. ساق زوجته وأولاده وداهم له. قال له: كده تمام؟ قال الزبير قال له: وما يفعل شيخ كبير بلا مال. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوهبني ماله. وهب ماله أدله. بعد ذاك شوف الزول ده رغم الإحسان له، لكن زول ما فيه فائدة، والله ما فيه فائدة كله. أصل زول لما يكون عنده عقيدة خربانة ما بينفع، ما بينفع عقيدته كعبة، ما بينفع. ده بقى بيسأل في ثابت، قال: يا ثابت، ما فعل الذي وجهه كأنه مرآة صينية تتراءى فيها عذار الحي، وهو كعب بن أسد، بتغزل في كعب بن أسد؟ قال له: ما فعل. قال: قتل. قال: ما فعل سيد الحاضر والباد حيي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: ما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال ابن سموأل؟ قال: قتل. قال: ما فعل المجلسان بنو عمرو ابن عوف وبنو قريظة، بطن من بني قريظة بني حارث؟ قال: قتلوا. قال: فما خير العيش بعد هؤلاء الأحبة؟ دي الأحبة. قال: ما خير العيش بعد هؤلاء الأحبة؟ قال: يا ثابت، اجزني بيدي عليك، قدم عنقي لتضرب لألحق بهؤلاء الأحبة. فقدمت عنقه فضرب فمات. فبلغ ذلك أبا بكر الصديق قال: يلحق بالأحبة في جهنم. روح، قال له جهنم. قال: نفسك ماشي وين انت؟ عقيدة باطلة جرته، وهذه صحبة السوء يا اخواننا. زول ما عنده رفقاء سيئين، ولذلك احذر الرفقة السيئة، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تصاحب إلا من تحب أن تلقى الله تبارك وتعالى بعمل كعمله، أو على طريقة عمله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تصاحب أي زول، تصاحب كل من هب ودب، وترافق كل إنسان حيضرك في يوم من الدهر. هذه الأحداث في أحداث بني قريظة انتهت بقتلهم جميعا، قتلهم كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هناك جاريته جويرية رضي الله عنها، أو ريحانة رضي الله عنها،
وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورفضت الزواج، وبعد ذلك كانت من إمائه عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث من الأحداث ذكرنا أهمها فيما وفقنا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع واليقين الخالص والإيمان والتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.